السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني. معكم عبد محمد في فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله مختلف شوية، يعني بعيد عن التكنولوجيا والكلام ده كله. النهاردة ان شاء الله نتكلم بخصوص الرقم ده. طب ايه يا جماعة الرقم ده اللي الفيس كله شغال عليه اشاعات وبيقول لك الرقم ده بيخترق والرقم ده مش عارف ايه والرقم ده والرقم ده؟ اولا يا جماعة الرقم ده طالما في 02 ده يبقى خاص بمصر، تمام؟ ومعلش يعني في الكلمة، هو مكتوب أصلا تحت الرقم فودافون ايجيبت، يعني الرقم ده خاص بشركة فودافون. هو تقريبا الرقم ده رن عليه مرة أو مرتين أو بين المرة، يعني تقريبا كل شهر أو شهرين بيقول لك العروض الجديدة في الشركة، تمام؟ ده بالنسبة للرقم. طيب إيه حوار التهكير والكلام اللي بنسمعه ده؟ يعني في ناس بيقول لك هكر أرقام وهكر موبايلات وهكر إيميلات والكلام ده كله. انا احب اقول لكم يعني الكلام ده غلط بالمرة، لان التهكير مش زي ما انتم متخيلين. لا، التهكير دي حاجة صعبة جدا، يعني لازم الواحد علشان يهكر الموبايل بتاعك لازم يكون معاه الاي بي، وعلشان يحصل على الاي بي دي يعني في حد ذاتها كده صعبة. اولا لا اما يمسك الموبايل بتاعك ويجيب الاي بي من خلاله، او يعمل لك صفحة مزورة على الفيسبوك ويخليك تضغط عليها وتسجل بياناتك وكده هيظهر الاي بي بتاعه. او الطريقة الثالثة وهي الحاجات المرغمة، يعني مثلا صورة، فيديو، برنامج والكلام ده. وطبعا ناس كتير جدا ما بتقعش في الحاجات الملغمة وهي بقت مكشوفة اصلا. فانا حبيت اوضح لكم في الفيديو ده حقيقة الرقم اللي منتشر بطريقة رهيبة ده، ويا رب تكون المعلومة وصلتكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.